تقبله. هو يا اخوان من جنب ده يا جدع اسال يا اخوان اسال يا اخوان عايز تسال حاجه. السؤال اللي جاي لنا دلوقتي على النهايه، ايه رايك في الاخوان والسلاطين؟ قال يعني ما هو اتعرض السلافيين اللي بيسترجوهم بقى. حلوه. لا مش هي دي، مش هم السلافيين دول اللي بيسترجوا يعني هم عليهم. انا بني ادم. اسمع يا جدع انت اهو. السلافيين دول اللي هم السلف الصالح. ايوه اكتب لك. السلف الصالح دي اللي هو سلف سيدنا النبي المصطفى الحبيب عليه الصلاه والسلام. اقول لك ايه؟ تدينا اي حاجه بسرعه. مبيد الفلول، مبيد الفلول، رشوا جميع انحاء الميدان، مش هتلاقي ولا فل ولا فلة. صوتي جه قدام الحقيقة أوي كل القنوات. أيوه أيوه هو اللي كسب أوي الضوابع في المطبخ المسجلة دي يعني. لعلمك هو أول واحد عمل قاعدة كأفريقي سياسية عند قهوة المعلمة أبو عبد الله اللي حضرها. وحدة وحدة أولية وحدة وترين. أيوه كل ده. طيب سؤالنا دلوقتي، هترجع الفلوس والذهب اللي سقطوهم ازاي؟ لو ليه يا دكتور نمسك الثانية خلينا الثانية اقول حاجة. الثانية انا هرد على الدغري دي. ايه يا اخي؟ ما هي فعلا